أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قد ذكرتم أن القراءة من أجل الرقية عبادة تحتاج إلى نية، لذا هل يجوز أن أسجل سورة البقرة بصوتي على شريط وتكرر في المنزل بنية أن الشياطين لا بد أن تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ هذا لا يحصل به المقصود، الشريط ما يحصل به المقصود، لأن الشريط جماد، صوت محجوز في الشريط، محبوس في الشريط وهو جماد. لا بد أن تكون القراءة التي في البيت من قارئ، لأن القراءة عبادة لا يؤديها الشريط، لا بد أن تكون من قارئ يقرأ سورة البقرة. نعم.